عسلامة. عسلامة. مرحبا بيك. لاباس الحمد لله عايش. خلينا نتعرفوا عليك. نتعرفوا عليك. والله أنا ناصف الحسناوي معروف. ناصف مواطن تونسي عشت البرة في ألمانيا. إي وما مشيتش معايا روح. ليش ما مشيتش معاك؟ قداش بقيت ساعة في ألمانيا؟ عامين وشهرين ولا عامين وثلاثة شهور. عام قداش؟ وين هذه قديمه شويه 2006 في الالفينات في 2006 راه واحد من غادي بعد ما لعب تونس كل الدوره هذيك بعد في المانيا وقت كي نظمت غاديك المانيا يا حضرت غاديك بعد الماتش هذاك كنتذكر رب انت خارج انت خارج من تونس ماشي لالمانيا في اطار عمل او هجره او كيفاش بالضبط؟ والله انا مشيت على اساس اطار عمل مشاتش معايا. خدمت ولا ساعة؟ ما خدمتش الدولة تعاون في الدولة عطيتني دار والدولة ماني عامل لجوء. عامل لجوء هذاك اش قلت لك عامل لجوء يعني؟ عامل لجوء عطيني عطوني وحدة نقولوا لها نحن استديو ويعطوا فيها في المصرة وفي كل 15 يوم في الشهر أنا مصرف شوية مش برشا. ما تزوجتش غادي؟ والله ما تزوجتش. حبيت تتزوج غادي؟ حبيت نتزوج. حماس قلت لي اي مسيو راك. اي ما هو اللي حبيت نتزوج. يا ربي حنني والله ذكرتني في حكايات عمري ما حبيت نحكي. ساعة استنى ساعة انت متزوج في تونس توا؟ لا. بيت نجم تحكي لي. اي نحكي لك عادي تعرفت على واحدة مرا كبيرة ما تفهمش انا وياها وكل حد مشي على روح. اي مرا كبيرة تعرفت عليها على الوراق معناها والا انت حبيت تتزوجها ولا ما فهمتش؟ نيتي على الوراق. مش عن حب ولا حاجة. لا لا. لا كبيرة. علي ما لقيتش طفلة صغيرة. هي ما وقت كنا احنا مع الطفل الصغار هما قالوا لي هيا باش تروح طلعوني بك لي زومبريت. ما وينك عملت عامل زيري غادي. فهمتني عامل لجوء زيري. يا اخي هما ما عندهم اداءات يخدموا بها يدوروا في العالم اللجوء. هي طلعوني لي انا من تونس بك البصمات بعد عامين وواش. ماني عندي عليها فورماسيون. يدوروا هما فهمت كل مره يمشوا لدوله يشوفوا اللجوء شكون انت المصاري يلموا معاه عندهم الناس اللي تخدم تابعة الدول والوزارات والبيعات هذيا. يا بعد عامين وشوي روحت وكهو ما خممتش ترجع؟ توا لا والله ما ونجم نرجع ما حبيتش. قلت لي عندك دار غادي؟ يا عندي دار اختي عندي عندك شكون العيله يعيش غادي؟ فاميليا عندي فاميليا كبيره ما عادش تساعدني تو. ما عادش تساعدك المانيا؟ لا ما عادش. دونك هوني تلقى روحك مرتاح تخدم سبايا؟ ليه مريق لنا انا مريق الحمد لله الحمد لله. اي وروحت على روحي هكا من 2000 لتوا 2024 يعني من 2006 انت مشي روحت يعني تبدلت توا توا صعبت حتى التأشيرة باش تاخوها ما عادش نجم كيما قلت اي صعبت اي الشباب يعني ولا الحلم نتاعو رقم واحد هو الهجرة شنو رايك انت؟ الحق راي صحيح ما فما شيء نشط وشكون يعيطوا لهم توا هما في الخدمة وين يخدم ما فماش خدم مو وريني ايوه وزادوا سكروها بك الورقة هذيك كابيل تروا ولا شنية اي ضرورية البتروا اي تو هو انسان مسكين عامل غلطة وماشي الحبس الله اعلم بيه فهمتني وخرج هي انت تعملوا بيتروا مسخة حتى باش يمشي يخدم يخدموهوش هذه هي المشكلة اللي في تونس معناها اليوم صاحب تجربة سجنية ما يخدمش في تونس؟ ما يخدمش انا عمري ما خدمت تحت حتى واحد اما نلاحظ ونشوف ما يخدمش من الاخ نعطيك من مصدر موثوق لكن فما عبيد يعني مناصب كبيرة وعندهم تجارب سجنية ويخدموا ماني قلت لك ما نعرفش قليل تلقى شكون اللي عنده معرفة شكون اللي عنده بي وفي شي إدارة في فهمتها كيف ما تعرف الإنسان ينجم يغلط يعني إيه بالطبع ينجم يغلط صحيح يا ذاك عندك تجربة سجنية؟ هاي علاش؟ مخدرات تعاتيت المخدرات؟ تعديت هاي نتعاطى فيها انا قبل لي عام قديش انت عام قديش دخلت الحبس؟ ما
عام 2008 اخر 2008. عندها برشا يعني، قديش جديت؟ والله جبدوا برشا، جبدوا علي 8 سنين. جاب ربي جي، جات الثوره انا حوالي عامي كنت بعشرة على سيجارو. على سيجارو فيش سيجارو 8 سنين؟ كيفاش سيجارو 10 سنين ولا 8؟ هما اللي قديم اللي كان اللي كان قامحها العباد. متاكد تتعاطى ماكش تبيع؟ لا لا مش نبيع، تعديت نبيع وانا مش نبيع. هكا خاطر ما يحكموش عليك 10 سنين وانت متعاطي سيجارو. نحن لنا في تونس طفلي معايا في القضيه وباي الوقت هذاك نقيب في العهد هذاك. ايه ماك تعرف نقيب في الحاكم. انت القضيه تعديت لك ترويج مش تعاطي مخدرات؟ لا ما عدت متعدد تعاطي نتكيف، قالوا نتكيف حل. في بالي من عام 3 سنين كأنك معاود هكا برشا مرات نفس القضية ممكن تاخذ 3 سنين، اما ترويج اوكي 8 10 سنين حاجة هكا ما نعرفش يعني، جوست فكرة صغيرة. ما روجناش، احنا كنا في عرس خذينا طرف وروحنا، فهمتني؟ تشدد طول فينا واحد منهم. سادي بون تعرف قداش من جرام فيه راه وتنجم تتعدي لك ترويج. تي مسو ترويج ما عنديش انا، ما عندي شيء. تيتر نتاع القضية شنو؟ تيتر ترويج نيت لتجار. نيت لتجار. وعطاها 10 سنين، ولا فما لا محجوز، ما فما حتى شيء. فما شيء. تجربة صعيبة عليك. اي. 8 سنين يعني عديتهم. عديتهم نهار. وعفوا عامين في الثورة. اي عفوا في الثورة، خذيت عامين. أنا كان جيت معدي نص المدة الوقت هذاك وقت الثورة راني روحت. هم قالوا هما الوقت طلع قانون، طلع قانون قال لك اللي فايتين نص المدة حتى بنهار يروحوا. كي سيبوهم وقت الثورة. هي أنا وقت هذاك ما زلت معدي قريب 4 سنين. نوعا ما هزيت القضية وحدك؟ لا لا مع بعضهم. هما تعداوا استهلاك وأنا تعديت ترويج. رسول الله قديش عدوا هما؟ ما هو ثلاثة سنين؟ ثلاثة سنين ايه. ما هو الرئيس حكيت لنا كل شيء في الآخر، ما هو باي وعاد في الحاكم يخدم خدمة أخرى من على الخفاء من غادي لغادي مع جماعة الحياة مع العدلية نقولوا نحن. هو في البوب بايو آمر 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 هذوك ماكل بالكساوي، هو الآمر غادي. قول ولي صاحبي يجينا العير السنة ولا هي ومشي بعيدة منه. هكا صار لي صار. إن شاء الله تكون هذه آخر غلطة في حياتك. يا ودي يقول لهم هما إن شاء الله ينحوا حكاية الواحد، خل الناس تتكيف وخل شيء. ليه كيف يسيبوا وخل أخي واحد. ما تشجعوش على تعاطي المخدرات. واحد يتكيف. توا نحن مش نحكيو حكاية صغيرة. توا نحن مش نجيو أقوى من ألمانيا. مش نجيو أقوى من إيطاليا. باش نجيو اقوى من الدول العظمى. هاك في الدول العظمى تبدا قاعد غادي تتكيف وتدور سيجار والحاكم يبدا متعدي باش في جنبك نورمال ما يكلمكش مثلا. هذه بعيني مش قالوا لي. اي ماده مخدره به نحي القانون على جنب، اي حاجه تذهب العقل راهي حرام. ما ندريش عليه هنا الحكايه هذه، ما ندريش عليه. جينين ديما نهربوا شويه من القانون نحكيو جينين. اي دينين ما نفهم عليهاش فتنه دينين. على كل مسيون خلي لك الكلمة الأخيرة باش تنصح الشباب اللي اللطف ينجم يعني يغلط غلطة كيما هكا. توا ما عادش هاي سيها باهي توا القانون أو تبدل، ولا اللي تعاطى يسيبوه من لو مش كيما عهد بن علي. وما نعرفش عهد قيس سعيد شنيا ضاي شنيا حكايته. يعطيك الصحة، شكرا. بارك الله فيك.